بكم مشاهدينا وحلقة جديدة تقارير متنوعة، جولة مع مراسلين من مختلف الأنحاء. مشاهدينا 10 سنين هي عمر مهرجان سماع للإنشاد الديني، 10 سنين بيجتمع فيها المنشدون من كل أنحاء العالم في رحلة روحية وغنائية على أرض مصر، وفي أجواء ساحرة احتضنت قلعة صلاح الدين حفل افتتاح المهرجان في دورته 10، وده كان بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية. تقريرنا الثاني مع حضراتكم مع فنان الشعب، بيمر هذا الشهر نحو 94 سنة على رحيل أحد أهم مجددي الموسيقى العربية سيد درويش فنان الشعب، واللي رحل شابا في 31 من عمره، لكن ترك لنا تراث موسيقي بجمل لحنية بسيطة ما زلنا نرددها حتى الآن. وقفتنا الأخيرة من متحف سعد زغلول أو متحف بيت الأمة. عندما تدور هذا المتحف هتسمع الكثير والكثير عن حياة الزعيم الراحل سعد زغلول، كمان عن زوجته السيدة صفية زغلول. بيقع هذا المتحف في شارع سعد زغلول واللي بيتفرع من شارع القصر العيني. مشاهدينا فاصل قصير نبدأ بعده مباشرة أول تقاريرنا مع حضراتكم. مشاهدينا بيتزامن افتتاح مهرجان سماع مع اليوم العالمي للسلام، بيشارك جميع الفرق في المهرجانات في الورشة الدولية الأولى واللي بيقودها الفنان انتصار عبد الفتاح وهو مؤسس المهرجان، واللي بيقدم لنا معزوفة كونية تتناغم فيها كل ثقافات الشعوب، وكمان استعراض لمهارة وأداء المنشدين من كل أنحاء العالم. نتابع. قلعة صلاح الدين معزوفة كونية تتناغم فيها جميع ثقافات الشعوب، إنها أنغام مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في حوار فني لنشر رسالة سلام للعالم. فرق من إثيوبيا ومن أوغندا ومن رومانيا ومن البوسنة ومن سوريا ومن فلسطين ومن تونس والجزائر، كل هؤلاء انهم بيعزفوا مسلمين واقباط افارقه واوروبيين واسيويين من الهند ومن الباكستان ومن البنغلاديش، كلهم بيعزفوا لحن واحد وبيغنوا اغنيات واحده وكلمات واحده. ده بيقول انه ومن قلعه صلاح الدين الايوبي ومن قاهره المعز، بيقول ان الانسانيه يمكن ان تلتقي على السلام والحب. فعلا انها رساله قويه جدا بتؤكد على تفرد الشخصيه المصريه، تؤكد على احتضانها للمحبة والسلام والتسامح اللي هو جوهر الأديان، اللي احنا بنحاول فعلا نقول للعالم ده الإبداع في مقاومة هذا الإرهاب اللي موجود على العالم كله. تم اختيار دولة فلسطين كضيف شرف للمهرجان، كما تم دعوة مؤذن مسجد الأقصى للمشاركة بالمهرجان للتأكيد على أن رسالة السلام لن تكتمل إلا باستقلال دولة فلسطين. اختيار مؤذن المسجد الأقصى ليكون هو اليوم موجود في هذه الفعالية هي رسالة قوية من مصر الكنانة، من مصر الداعمة الدائمة للشعب الفلسطيني، بأن فلسطين ومقدساتها المسيحية والإسلامية ستكون دائما حاضرة في كافة الفعاليات، ومن هنا من على هذه الأرض الطيبة. المهرجان هو فرصة للجمهور المصري للتعرف على ثقافات جديدة وخاصة في مجال الموسيقى. اولا الحفله دي بصراحه من اكتر الحفلات اللي بتعمل في مصر. المهرجان لما بيتكرر كل سنه تخلي الناس تقدر تسمع نوعيات مزيكا مختلفه جدا جدا. انا دي تالت مره ليا في المهرجان، اجي تالت سنه. بحب استنى المهرجان ده كل سنه، لان مزج الثقافات ما بين المزيكا ده موضوع مختلف وصعب مش حد بيقدر يعمله، واحسن حاجه لو بتعمل في مصر. وعلى هامش المهرجان تم تنظيم معرض للمنتجات لتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة وتوفير فرصة لهم للنجاح.
معروضات رائعه رائعه جدا فعلا، والاسعار حلوه قوي والناس محترمه قوي، مستوى راقي جدا يعني، اكتر من 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 رائعه في كل حاجه، في المنتجات، في التعامل، في طريقه التنسيق. معرض ده مجاني من الوزير، بيدي فرصه للشباب اللي لسه يعني بيبتدي حياته انه يبتدي مشروع صغيره زي كده. انا طبعا انا من اسوان يعني، ابتدي معايا منتجات اسوان، جاي بيها من اسوان عشان خاطر اخش معرض زي كده. هو الملتقى هنا المهرجان حاجه جميله جدا، ودي اللقاء العاشر ليه، انا اول مره اشترك فيه. هو فرصه للانتشار وللتعارف ما بين الناس وبعضها، والعرض الشغل انا بقدم شغل اكسسوارات نحاس هاند ميد، كلها شغل يدوي، سلك والحام ونشر واركت، ففي منتجات مختلفة من شغل الاكسسوار. اشغال مشغولات تقليدية ويدوية بتعمل شهرة جامدة ودعاية لينا، واحنا بنستمتع بيها كتراث للبلد، بتحيي تراث، والمشغولات بتاعتنا كلها هاند ميد كويسة، فالناس اللي بتيجي تحضر الحفلة بتبقى مختلفة وبتبقى طبقات مختلفة بتشوف شغلنا، وبالتالي احنا بنعرف نسوق في هنا وهنا. ويستمر المهرجان في عدة أماكن أخرى منها شارع المعز، بالإضافة إلى قصري ثقافة بنها والقناطر الخيرية التابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة ومجمع الأديان بمصر القديمة. البلاد والأديان والأجيال المختلفة اجتمعت اليوم على الموسيقى بقلعة صلاح الدين، اجتمعت ليثبتوا للعالم أن ما فرقته السياسة يمكن أن تصلحه أنغام المحبة. من داخل قلعة صلاح الدين، بسمة الشاعر، النيل. مشاهدينا، ومن أنغام المحبة ومهرجان سماع، دايما بيرتبط السماع بجمل لحنية مميزة. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لفنان الجمل اللحنية، فنان الشعب، الشيخ سيد إمام الملحنين، الموسيقار الأول سيد درويش، واللي رحل عن عالمنا من 94 سنة بعد حياة قصيرة، ولكنها قضى معظمها في إنتاج ألحانه المميزة واللي ما زالت بتواكب روح العصر دلوقتي بتركيباتها الحديثة وإيقاعاتها الشابة. فرقة الموسيقى العربية للتراث أحيت ذكرى الفنان سيد درويش بمجموعة من أشهر أغانيه مع محمد الخطيب. خلينا نروح نسمع شوية مقتطفات من الحفل في التقرير التالي. شد الحزام على وسطك غيره هيفيدك، لابد عنهم برضو ويعدلها سيدك، إن كان شيل الحمل على ظهرك بكيدك، أهون عليك يا حر من مادة إيدك. 94 عاماً مرت على رحيل مجدد الموسيقى وخادمها كما أطلق على نفسه في مصر والوطن العربي، إنه الشيخ سيد درويش، حيث أحيت فرقته الموسيقية ذكراه على مسرح معهد الموسيقى العربية وسط مجموعة مختارة من أعماله الشهيرة والنادرة. محدش غنى، محدش حس بالعمال والفلاحين والطبقات الكادحة من المجتمع زي سيد درويش. هو مثل ده في أغانيه وتقطيعه والأوبريتات اللي عملها، ويعتبر من المعدودين على الأصابع اللي عملوا أوبريتات. الموسيقار سيد درويش، يمكن احنا لما بنيجي نحتفل بيه بنحس ان احنا بنقدم للشعب حاجة بتمسهم قوي وبتمس حزنهم وفرحهم، لان هو كان دايما موسيقاه واصله للشعب قوي، وكان بيغني للشعب، وكانت دايما الاغاني بتاعته السهل الممتنع زي ما بيقولوا، اللي الناس كلها تفهمها وتحسها وكده. Yeah.
وتتميز الأصوات التي تربت على ألحان سيد درويش بالعذوبة والنطق السليم والطرب. ترك سيد درويش كما كبيرا من الألحان التي لا زال المطربون العرب يتغنون بها حتى اليوم، فالموضوعات التي تطرق إليها لم تخطر على بال أحد. ففي الوقت الذي اقتصر فيه وظيفة الفن على التسلية والعشق والغرام، اقتفى سيد درويش شعور الإنسان بآلامه وأحلامه وخاطب الجماعة والفرد. لبرنامج مراسل النيل، محمد الخطيب. مشاهدينا، ودائما الموسيقى هي المتنفس عن كثرة الأحداث السياسية المتتالية، علشان كده هنسيب شوية الفن والموسيقى ونروح لمتحف سعد زغلول أو بيت الأمة، موقع مميز في نفوس المصريين نظرا لكونه يخص واحد من أشهر زعماء الحركة الوطنية والسياسية في مصر إبان الاحتلال الإنجليزي. مش هنذكر أبدا ثورة 1919 إلا ولادة، نذكر معها سعد زغلول. بيضم المتحف أثاث فرنسي ومقتنيات فنية من بينها 12 لوحة زيتية لكبار الفنانين التشكيليين. نتابع. هنا في قلب القاهرة وتحديدا في شارع الفلكي يرقد جثمان زعيم الأمة سعد زغلول في ضريحه المشيد على الطراز الفرعوني، ويطل على بيت الأمة منزل الزعيم الراحل. في قلب مصر يحيى الزعيم سعد زغلول، من رفع لواء الاستقلال في وجه الاستعمار، استطاع أن يجمع المصريين على قلب رجل واحد لينصبه الشعب زعيما للأمة، ليؤكد التاريخ أن العظماء باقون بأعمالهم. ويجسد بيت الأمة قيم ومعاني الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين، حينما خرج الثوار رافعين أعلام الهلال مع الصليب ضد المحتل البريطاني، ويضم مقتنيات الزعيم الراحل وزوجته. وتحول منزل سعد زغلول إلى متحف عام 1946 بعد وفاة رفيقة دربه صفية زغلول الملقبة بأم المصريين. وسمي بيت الأمة لأنه كان مسكن الزعيم سعد زغلول الذي شيده على الطراز الفرنسي، ويتكون من 3 طوابق، ويضم أثاثا فرنسيا وعربيا ومقتنيات فنية من بينها لوحات زيتية لكبار الفنانين التشكيليين وتحفا فنية فريدة يعكس بشكل واضح حياة سعد زغلول. نوعية الموبيليا مثلا اللي موجودة في القصر اللي هي كلها مستوردة من أوروبا ومن ألمانيا ومن فرنسا ما عدا غرفة الأربسك، فهي طبعا دي فن مصري خالص، فبحرص دايما ان الزائر للمتحف لازم يشوف غرفة الأربسك. تمام. في برضو الصالون الكبير اللي هو طبعا ده كان مقر قيادة العمليات في ثورة 19، فالزائر اللي جاي يشوف المتحف هو جاي علشان يعرف زعيم وقائد ثورة 19، فلازم يشوف المكان اللي كان بيجتمع فيه الوفديين والسياسيين مع سعد باشا، والمكان اللي اشتد فيه الحوار ما بين سعد باشا ومحمد زكي باشا من أعضاء الحزب الوطني القديم، وبناء عليه سمي المكان بيت الأمة ثم متحف بيت الأمة. ومن أبرز غرف وقاعات الطابق الأول الصالون الكبير الذي يعد بالإضافة للبهو الرئيسية مقر اجتماع مركز عمليات ثورة 19، ومن أبرز محتوياتها الأعمال الفنية الزيتية الأصلية لأن الزعيم الراحل كان مولعا بالفن. أما الصالون الصغير فيحتوي على صور لأصدقاء الزعيم الراحل، فضلا عن صورة لحرمه صفية زغلول ووالدتها أساء هانم ووالدها مصطفى باشا فهمي الذي تولى منصب رئيس وزراء مصر 3 مرات. وهناك غرفة المائدة التي حرصت السيدة صفية زغلول على الاحتفاظ فيها بمقعده، وأمامه الطبق والفوطة والفنجان والملعقة والشوكة الخاصة بالزعيم الراحل، ولم تكن تسمح لأي شخص بالجلوس على كرسي الزعيم الراحل
مهما ازدحمت الغرفة. وبالطابق الأعلى يوجد بارافان من الأرابيسك ومائدة الطعام تتوسط القاعة الكبرى، عليها أطقم فضيات والشمعدانات. ويضم المتحف غرفة نوم الزعيم الراحل التي تضم مظهرا من مظاهر وفاء حرمه صفية زغلول. ولا يزال سرير الزعيم الراحل قائما إلى جانب سريرها مثلما كان في حياة صاحبه، بالإضافة إلى مجموعة من ملابسه التي ارتداها في المناسبات الهامة، وبينها الملابس التي كان يرتديها حينما وقع عليه الاعتداء في صيف عام 1924. وما يميز متحف بيت الأمة أنه يحتوي على معظم مقتنيات الزعيم الراحل، لكننا لاحظنا غياب بعض المقتنيات من نياشين ومجوهرات. لما حصل ثورة 25 يناير وزارة الثقافة خشيت على المقتنيات المجوهرات بتاعت سعد والنشين، وتم نقلها في مكان آمن تبع وزارة الثقافة على أساس أن يتم استعادتها تاني بعد تطوير المكان، لأن المكان هيتم تطويره خلال الأيام القادمة إن شاء الله. وبرضو تم نقل كتاب وصف مصر، كان في نسخة هنا في موجودة في المكان، تم برضو نقلها في مكان تبع وزارة الثقافة. وفي الغرفة الخاصة بالزعيم الراحل الملحقة بغرفة النوم الرئيسية، صنعت أم المصريين تقويما ثابتا يحمل تاريخ وفاته، في إشارة إلى أن الزمن قد توقف عندها عند هذه اللحظة. وكان لصفية زغلول دور سياسي هام بعد قيام ثورة 19، ونجحت خلال فترات نفي زوجها أن تبقي بيت الأمة مفتوحا لأعضاء الوفد. أنا عندي ضيفة الحقيقة حبيت أوريها مصر، ومش ممكن تيجي مصر وتمشي من غير ما تشوف بيت الأمة يعني. فقلت لها تعالي نشوف ضريح سعد زغلول وبيت الأمة، وحكيت لها حكاية بيت الأمة كده باختصار. ولما جت بقى شافت التفاصيل الحقيقة هي مبهورة بيها وسعيدة بيها قوي. أنا دخلت بيت الأمة قبل كده أنا وأولادي برضو لنفس السبب، عشان أوريهم تاريخهم. أكيد أنت هنا بتحس أن أنت رجعت بتجيب ناس من زمان وتعيش في وسطهم وتتخيل كانوا قاعدين ازاي وعايشين ازاي وبيعملوا ايه. والله انا جاي خصوصي على مصر مشان اتفرج على مصر والاهرامات تبعتها والاثار تبعتها وسعد زغلول. يعني انا رفيقتي جيت عندها زياره فجابتني خصوصي مشان اتفرج، لاني بحب التاريخ انا. فسعد زغلول طبيعي له يعني معروف، فواحد بحب يروح يشوف المكان اللي عاش فيه الاجتماعات تبعته. تمنيت أكون بزمنه، كنت على زمنه عن جد. صرت أدخل على كل غرفة يعني أتخيل كيف إنه كان قاعدين، كيف عم بيحكوا، كيف الوضع كان في مصر زمان، كيف الحرب، كيف يعني عرفت، صرت أتذكر تاريخه. ويعتبر الزعيم الراحل سعد زغلول أكبر وأقوى زعيم مصري التف حوله الشعب بأكمله، وظهر ذلك جليا في حملة التوقيعات من أصحاب الشأن، وذلك بقصد إثبات صفاتهم التمثيلية ليمثل مصر هو ورفاقه في مؤتمر الصلح في باريس لعرض قضية استقلال مصر. ونفي سعد زغلول مرتين، الأولى إلى جزيرة مالطا فانفجرت ثورة 19، والثانية إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي. وولد الزعيم سعد زغلول في يوليو عام 1857، وتوفي في 23 من أغسطس عام 1927. وفي عام 1931 نقلت رفاته إلى ضريح سعد ليدفن فيه بالقرب من بيت الأمة الذي يقع في حي المنيرة بالقاهرة. من متحف بيت الأمة، محمود العزالي لبرنامج مراسل النيل. مشاهدينا، روح المكان وروح الشخصية دائما تجسد حياة الأشخاص، حتى لو هؤلاء الأشخاص رحلوا عن عالمنا. هو مش مجرد بيت شخص، لكنه بيت الأمة. مشاهدينا، دي كانت حلقتنا النهاردة مع حضراتكم من مراسل النيل. استنونا كل يوم سبت في نفس الموعد. إلى اللقاء.